بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفصح وزير التكنولوجيا والصناعة المجري عن رغبة بلاده في شراء المنتجات الدفاعية التركية لما أظهرته من أداء متميز وكلفة مناسبة، وكشف عن نية الحكومة المجرية في إبرام اتفاقيات في عدة مجالات أخرى لتعزيز التعاون بين البلدين. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. قال وزير التكنولوجيا والصناعة المجري إن جيش بلاده قرر شراء منتجات الصناعات الدفاعية التركية مشيدا بأدائها وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بنظيراتها الأخرى حول العالم. جاء ذلك في حوار أجراه مع وكالة الأناضول على هامش زياراته الرسمية التي أجراها للعاصمة التركية أنقرة. التقى خلالها وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى أوران، وأوضح بلكوفيتش أن الجيش المجري قرر شراء مركبات مدرعة من إحدى الشركات التركية الرائدة في هذا المجال، وأنهم أبرموا عقدا لبدء الإنتاج على الأراضي المجرية دون أن يكشف تفاصيل هوية الشركة التركية. وحول تفاصيل العقد المذكور قال بلكوفيتش إن المرحلة الأولى من الإنتاج المشترك للمركبات المدرعة تشمل عملية الإدماج والتركيب قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في بدء الإنتاج فعليا. وأردف الوزير المجري: بحثنا أيضا مع الجانب التركي سبل التعاون في مجالات أخرى بالصناعات الدفاعية، ومن بينها بالطبع الطائرات المسيرة بلا طيار. وقال إن الطائرات المسيرة التركية أظهرت مسارا آخر في الحروب مردفا، لذا قيمنا سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطائرات المسيرة أيضا. وأشار بلكوفيتش إن مركز اختبار للطائرات المسيرة في المجر مبينا أنه بإمكان الشركات التركية استخدام هذا المركز في إطار التعاون بين البلدين. وأردف أن وزارة الدفاع في بلاده تجري التقييمات اللازمة من أجل شراء مسيرات بيرقدار التركية، مبينا أن منتجات شركة بايكار المصنعة لهذه الطائرات تدخل في إطار اهتمام وزارة الدفاع المجرية. وعلق الوزير المجري على المسيرات التركية بالقول إنها أقل كلفة وأكثر تأثيرا مقارنة بنظيراتها الأخرى حول العالم. وأضاف الوزير المجري أنه أجرى مع نظيره التركي ورانك مباحثات ثنائية حول تطوير سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتكنولوجيا. وأردف: علاقتنا جيدة أساسا، ونضع نصب أعيننا دوما مجالات التعاون الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده وتركيا يربطهما تعاون جيد في مجال صناعة البناء إلى جانب التعاون القائم في مجال الصناعات الدفاعية والذي كان العنوان الأبرز لمباحثاتنا الحالية في أنقرة. وتحدث بلكوفيتش عن مناقشته مع الجانب التركي إبرام اتفاقيات أخرى في عدد من المجالات لسيما الطاقة والأبحاث والتطوير والنقل، من شأنها أن تعزز التعاون المشترك بين البلدين على أساس الربح المتبادل. إذن متابعينا الأعزاء، تركيا القوية بزعامة أردوغان أصبحت قبلة لدول العالم، المتحضر وغير المتحضر، الكبرى والصغرى، الجميع يطلب ويخطب ود تركيا. كان آخر هؤلاء دولة المجر، والبقية تأتي تباعا بإذن الله تعالى. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.